إخواننا المشاهدين، تحية لكم جميعا أينما كنتم. السلام عليكم إخوان. جولة ديالنا اليوم تقودنا من المضيق إلى الفنيدق. شوفوا معنا الطريق الساحلية، الأجواء خاوية الإخوان، برا البرد دابا ما كاينينش الناس اللي كتكون هاد الطريق عامرة في الصيف. وشوفوا معنا غير هاد الممر هذا والإصلاحات اللي راه كتكون في هاد الطريق في هاد الأوقات هذه، يعني في هاد الفصل كيوجدوا الفصل الصيف، وأجواء رائعة وطريق جميلة. وخليكم على الفيديو.